ننتقل مشاهدينا في التقرير التالي. عمار الشارخ يقدم لنا لعبة شلالات الغابة، نتابع. السلام عليكم، معكم عمار الشارخ مطور العاب مستقل. اليوم بتكلم عن شلالات الغابة. لعبة شلالات الغابة لعبة بسيطة اركيد على الجوال، هدفها انك تجمع اكبر قدر من الحيوانات برسوم جدا كرتونية ولطيفة، فيها بعض من الطابع السعودي من ناحية مثل النمر لابس الشماغ، الافعى لابسة اللي هو الحجاب. اللعبة طبعا هدفها انك تجمع اكبر عدد من السكور او الدرجات وتشاركها مع اصحابك عشان تشوف من اكثر شخص يقدر يجمع الدرجات. اللعبة طورتها استغرقت مني سنة كاملة، طبعا غير متفرغ، احتجت فيها الفريلانسرز معاي اللي هم اشخاص تعاونت معاهم من الخارج، احتجت لرسام وكمبوزر حق الاصوات، وايضا انا اللي اشتغلت فيها على الديفلوبمنت. اللعبة تقدر تحملونها على الاندرويد حاليا، وان شاء الله في المستقبل راح ننزلها على الايوس اللي هو الايفون والاجهزة الاخرى. لعبة شلالات الغابة، هذا استوديو ألس جيم. طبعا تقدر تسجل هنا الدرجات، تبدأ اللعبة. فكرتها بسيطة، وش اللي عندك؟ الحيوانات اللي تحت اللي هو الأبناء تجمعهم، لازم تكون نفس اللون. فعندي هنا برتقالي، أضغط البرتقالي وبنفس الطريقة. الهدف أني أحاول أسرع بقدر الإمكان، أقدر أضغط زرين. عندك عدد محدود بالأخطاء، فلو أخطأت 3 مرات راح تخسر وتعيد اللعبة.